وفعلا تصل جهود التقارير حول المغرب في قضايا حقوق الانسان، وطبيعي جدا لانه المغرب مصدق على مجموعه تاع اتفاقيات ويتبنى مجموعه من القضايا الحقوقيه، فطبيعي جدا جاءت التقارير هذه. وكيف ما كانت هذه التقارير نتعامل معها من خلال المندوبيه حقوق الانسان، لا بالاجوبه المباشره او بالرد على كل ما نراه. في جميع الاحوال المغرب كيقبل الملاحظات ديال جميع المنظمات، لما كيرفض المغرب انها تستغل بسوء نيه لتصفيه حسابات سياسيه او حسابات تهم وضعه الاستراتيجي او تهم حدوده الوطنيه. لذلك نحن التقارير لا تستفزنا في شيء، فاذا كان هناك شيء ايجابي نجيبه بشكل ايجابي، اذا كانت الانتقادات تتحمل المسؤوليه فيها. وجود انزلاقات حاجه طبيعيه امام دوله تتبنى كثير من مبادئ حقوق الانسان، نصححها ونبلغ المنظمات الدوليه بصحيحها، وذلك لا يستفزنا في شيء. ولكن ماذا نريد؟ نريد من المنظمات الدوليه ان تكون موضوعيه في انتقاداتها، لانه في جميع الاحوال نريد ان نطور بلدنا نحو مجال حقوقي افضل. شكرا.